أثبت الشيبي مفاجأة الشناوي صفقة بنجاح صفقات الدفاع وعقد الزنفليدي. سعدنا وبيشرفنا مشاركتنا في فقرة الأخبار ناقدنا الرياضي العزيز والكبير الأستاذ خالد الإتريبي. أستاذ خالد منور الدنيا كلها. نور الدنيا أستاذ خالد. نورك أستاذ إبراهيم. إيه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. واحد من أهم الموضوعات الساخنة جدا 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 اللي بتشغل بال قطاع كبير جدا من الجماهير المصرية وخاصة جمهور الأهلي موضوع الشيبي، خاصة بعد صدور بيان النهاردة من النادي الأهلي. آخر المستجدات والمفاجآت التي تخص موضوع الشيبي أستاذ خالد. هو الموضوع عشان الناس تبقى فاهماه، النادي الأهلي لا يختصم، ودي المفاجأة في الموضوع، لن يختصم في يعني توجهه إلى المحكمة الرياضية الدولية محمد الشيبي ولا نادي بيراميدز، لأن النادي الأهلي، والكلام ده طبعا من مسؤولين في النادي الأهلي، النادي الأهلي مش في خصومة مع الاثنين. النادي الأهلي يرى أن المنوط بهذا الأمر كله هو اتحاد الكرة. اتحاد الكرة، النادي الأهلي يرى أن اتحاد الكرة لم يقم بواجبه في أزمة محمد الشيبي. النادي الأهلي شايف أن اتحاد الكرة المفروض هو اللي بيدافع عن اللوائح بتاعته. وأحد أهم اللوائح أو البنود اللي موجودة في اللوائح بتاعة اتحاد الكرة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم هي عدم لجوء أي لاعب في المنظومة إلى المحاكم العادية اللي لها كل احترامها بالطبع في واقعة حدثت داخل الملعب. فنادي الأهلي كلامه كله على أن اتحاد الكرة هو خصمه في هذه القضية وليس محمد الشيبي وليس نادي بيراميدز. النادي الأهلي لا ينكر على أحد اللجوء للمحاكم العادية. أنت عايز تاخد حقك أو شايف أن ده حقك أنك تاخده، أنت حر، عليك أنت سلكت المسلك ده. ولكن هل بالنسبة للوائح تسمح ليك ولا لا؟ طيب خليني أخد طرف الغائب بالنسبة لجمهور الأهلي وأعرف منك واستفهم منك عن بعض النقاط. قطاع ما هوش قليل من جمهور الأهلي بيقول لك طب أنت كإدارة الأهلي ليه تأخرت في فكرة التصعيد؟ إيه السبب في ده؟ ده برضو سؤال اللي أنا سألته وترد عليا فيه. إن النادي الأهلي كان عايز ياخد كل الخطوات اللي بيها لما يروح للمحكمة الرياضية الدولية يترد عليه، ما يتسألش نفس السؤال اللي هيتسأله، اللي هو أنت ليه لم تستنفذ طرقك المحلية علشان تجيلي؟ أنت عشان تجيلي لابد أنك تكون اتحاد الكرة أخد قرار بالفعل القرار ده لا يرضيك ولا يدافع عن لوائحه. إحنا بنؤكد او النادي الاهلي بيؤكد من خلال تصريحات مسؤوليه ان النادي ان اتحاد الكره هو اللي كان لابد انه يدافع عن اللوائح. النادي الاهلي شايف ان اتحاد الكره يعني كده يا استاذ خالد المفروض الاجابه على السؤال ده ان النادي الاهلي كان منتظر انه يمر بكل الاجراءات بالزبط القانونيه مع الاتحاد بالزبط المحلي قبل ما يلجأ المحكمة الرياضية بالظبط. ده سبب التأخير. النادي الأهلي عمل خطوطه النهاردة ليه؟ هو ده بقى الإجابة على السؤال. عمل خطوطه النهاردة علشان ياخد من اتحاد الكرة يا إما قرار بالإيجاب وإن لجنة الانضباط تطلع القرار اللي بالمناسبة. النادي الأهلي يرى أن لجنة أن الأمر لم يعني ما كانش مستاهل إنه يوصل لجنة الانضباط. ليه؟ النادي الأهلي شايف إن بناء على وده اللي قاله فيه البيان اللي طلع أو مش بيان الخبر أو اللي طلع من النادي الأهلي النهاردة إن اتحاد الكرة رد على النادي الأهلي، يعني النادي الأهلي قدم شكواه في 7 ديسمبر الماضي وإن النادي الأهلي تلقى خطاب من اتحاد الكرة يوم 4 يناير يؤكد فيه إن لاعب المنافس هو محمد الشيبي بالفعل خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد والاتحاد الدولي لكرة القدم. كما أن الجهة المنوطة هي مين؟ هي لجنة المسابقات. الجواب ده هو الرد اللي هيرد بيه النادي الأهلي على المحكمة الرياضية الدولية لو سألته أنت ليه ما استنفذتش طرقك، هيقول لا الطرق معايا، هي أنا معايا خطاب من الاتحاد نفسه بيقول أن اللاعب خالف، أنا بشتكي بقى الاتحاد اللي ما طلعش قرار بناء على الخطاب اللي هو بعتولي. والخطاب ده كان جايلي في يناير وأنا بشتكي دلوقتي في مايو لأن الاتحاد يعني تباطأ من وجهة نظر النادي الأهلي تباطأ في انه يطلع قرار يحسم الامر يحسم الامر وانه رمى الكوره في ملعب لجنه الانضباط. النادي الاهلي شايف ان الامر ما كانش المفروض يوصل اصلا لجنه الانضباط. انت واخد قرار وشايف ومحترف كاتحاد تحمي اللوائح الخاصه بك، كان عليك انك تاخد القرار ده. طيب سؤال تاني يا استاذ خالد برضو اكيد بيشغل بال اي حد من جمهور الاهلي اللي بيتفرج علينا دلوقتي. الاهلي النهارده اصدر بيان طالب فيه الاتحاد بحسم الامور. طب لو الاتحاد ما حسمش الامور وفي جلسه يوم 9 مايو الاهلي هيعمل ايه؟ النادي الاهلي من واقع يعني الكلام مع المسؤولين ان خلال الاسبوع المقبل اللي هو يعني
بنتكلم فيه. طبعا انت عارف الاجازات هتخلص يوم الاثنين. النادي الاهلي من واقع الاتصالات يعني ان لو ما لو لم يصدر قرار يوم الثلاث بنسبه كبيره النادي الاهلي هيتوجه بالملف كامل الى المحكمه الرياضيه يوم الاربعاء اللي جاي. ايوه حتى لو ما جاش رد بقى من الاتحاد، ما خلاص ده يعتبر ده يعتبر بالنسبه للنادي الاهلي الخطاب الاخير اللي بعته ده ده اسمه قرار سلبي بالامتناع. هو يعني انا بس بحاول اوضح الامور. النادي الاهلي يعتبر ان عدم الرد وهيرسل برضه في الملف بتاعه الخطاب ده اللي بعته النهارده عشان يقول للاتحاد الدولي انا رحت للاتحاد وبرضه ما جابش على السؤال بتاعي، وبالتالي اروح فين وانا اللاعب بتاعي يوم 9 مايو؟ من الممكن والجائز جدا ان يصدر ضده حكم في واقعه حدثت في الملعب. ده تصرف النادي الاهلي وتحرك النادي الاهلي. تمام، يبقى كده قصه الشيبي عشان نلخصها في نقاط مهمه جدا، ان الاهلي شايف ان المشكله مع اتحاد الكوره مش مع بيراميدز، اللي هو بالمناسبه برضه عشان نرد طرف الغائب، بيراميدز مستند على ان في وقائع مماثله كان تحديدا في الدوري الاسباني لالكس باينا اللي هو لعيب فياريال اللي اشتكى فالفيردي على اثر او حرر محضر ضد فالفيردي ان هو ضربه في ماتش فياريال وريال مدريد، ده كان في ابريل 2023. فده موقف بيراميدز، ولكن الكلام اللي حضرتك بتقوله بيقول ان الاهلي مش مختصم ولا بيراميدز ولا الشيبي، هو قصته مع اتحاد الكوره اللي متاخر في حسم الامور. دي نمره واحد. نمره اتنين ان الاهلي حتى لو ما جالوش رد من اتحاد الكوره مع منتصف الاسبوع المقبل هيشتغل على طول بقى مع الجهات الدوليه المحكمه الرياضيه تحديدا عشان يثبت صحه موقفه ويدافع عن موقفه وموقف لعيبه حسين الشحات. احنا تمام بالظبط. هي الورقه اللي اتبعتت في 4 يناير هي اللي حاسمه اللي هو مستند عليها اللي هو اقر فيها الاتحاد ان لاعب بيراميدز خطاب رسمي أخطأ. واقرار رسمي من اتحاد الكره ان اللاعب اخطا وباللجوء الى المحكمه العامه. طيب نطلع من الشيبي الى مفاجاه الشناوي، والفتره اللي فاتت دي اليومين اللي فاتوا دول الكلام كتير قوي على الشناوي. الكلام كتير على الشناوي عشان محمد الشناوي حارس مصر الاول، وفي ظل تالق مصطفى شوبير فالناس بتحب تعمل عارف هيجيب ترند الكلام ده هيجيب ترند. ولكن الكابتن احمد شوبير لخص القصه كلها، قالك المقامات محفوظه. مصطفى شوبير نفسه عارف دوره في النادي الاهلي، محمد الشناوي عارف دوره في النادي الاهلي، كل واحد عارف دوره كويس قوي. المدير الفني هو اللي بيحدد مين اللي بيلعب، مش اللاعب ولا الحارس، لا الشناوي ولا مصطفى شوبير. وبالتالي النادي الاهلي، وعلى فكره ده ما يقلق المسؤولين في النادي الاهلي والجهاز الفني النادي الاهلي، فكره ان الجماهير والناس تنشغل بجزئيه هو في يعني كلاش ما بين الاثنين، في نفسنه ما بين الاثنين، ده على ارض الواقع يعني معلوماتيا حتى مش موجود. مش من مصلحه حد انه ينكر ان لو في حاجه من الممكن تبقى موجوده، ولكن على ارض الواقع المنافسه كويسه جدا. كنا من وقت قريب بنقول او النادي الاهلي بيبحث عن حارس مرمى علشان ينافس محمد الشناوي، عشان محمد الشناوي مستواه يرتفع، والناس كانت بتقول لك فاكر عصام الحضري لما جاله نادر السيد عصام الحضري مستواه ارتفع ازاي؟ طب اهو مصطفى شوبير موجود، ايه المشكله؟ ايه الازمه؟ الاثنين موجودين، والاقدر والافضل يختاروا المدير الفني ويحدد مين اللي يحرس المرمى. ما هي المفاجاه بقى؟ المفاجاه ان كان التوجه كله بالنسبه للجهاز الفني وبالنسبه لمحمد الشناوي ان محمد الشناوي مش هيكون موجود في مباراه الجون بسبب اصابته في سمعنا. ولكن محمد الشناوي انت عارف محمد الشناوي يعني بطبيعته انه ما بيحبش يستسلم للاصابه بسرعه، وده باين من رجوعه بالاصابه اللي هو عامله ده شبه اعجاز. عايز اقول لك ان المفروض ان النهارده طبعا احنا عدينا الساعه 12 بقى لسه ولا عدناش، يعني المفروض التمرين الاخير 12 خلاص الا دقيقه، التمرين الاخير قبل التوجه للمعسكر محمد الشناوي المفروض هينزل التدريبات الجماعيه النهارده ويشارك مع الفريق وتحت تصرف الجهاز الفني. يعني ممكن نشوف الشناوي في ماتش الجون، من الممكن يكون في القائمه. من الوارد جدا. القرار دلوقتي مش قرار طبي. حاول محمد الشناوي على مدار يعني حاول الجهاز الطبي للنادي الاهلي يطالب محمد الشناوي يعني بعدم التعجل، انت لسه الامور بالنسبه لك دي اصابه السمانه اصابه رخمه شويه ممكن هي تتجدد في اي وقت من الاوقات، قال لهم انا جاهز. انا اللي حاسس فانا جاهز. هنشوف بقى الشناوي في التمرين الاخير اموره هتبقى عامله ازاي، ولكن كل المؤشرات من داخل النادي الاهلي بتقول ان الشناوي ان شاء الله موجود على الاقل من الممكن يكون على الدكه في مباراه الجونه، والمباراه اللي بعد كده الجهاز الفني يشوف الجاهزيه بتاعته هتبقى عامله ازاي. من كواليسك يا استاذ خالد، في حاله عوده الشناوي مره اخرى وانه موجود في اتم الجاهزيه الفنيه مع المستوى المميز اللي بيقدمه مصطفى شوبير، الغلبه هتكون لمين فنيا في وجهه نظر وذهن كولر في ماتشين النهائي؟ مارسيل كولر ما سالش نفسه السؤال ده خالص بالمناسبه، يعني لسه مرجئ هو الموضوع ده تماما دلوقتي خالص ما سالش السؤال ده، ودي بمعلومات معلومات مؤكده.
حتى لما كان اصلا بعض الناس قالت ان اصابه الشناوي اصابه سياسيه. بعض الناس احنا فينا الكلام ده، بعض الناس قالت كده. ولكن محمد الشناوي اكتر واحد عايز يعود ولو حتى على الدكه في مباراه الاسماعيلي اللي فات، ده اكتر واحد. وبالتالي ايه اللي يخلي محمد الشناوي يعمل زي كده؟ الشخصيه دي خالص يعني على الاطلاق. على الاطلاق. فمحمد الشناوي اللي هيحكم وجوده في المباراه النهائيه ولا لا هي عودته لمستواه. هل انت غايب بالك فتره طويله وبالتالي لا انت عايز وقت اللي هيحدده بقى مستواك الفني في المباريات اللي جايه. تمام، نطلع من الشناوي الى صفقه بغداد بونجاح، ودي صفقه من الصفقات اللي تحسني عامله زي الحلميه كده يعني. بقى لنا مثلا 6-7 سنين كل سنه نقول ده بغداد بونجاح معروض على الاهلي، ده جاي الاهلي، ده راح الاهلي، ده وقع للاهلي. ايه الجديد بقى في المره دي؟ مساله الملف المهاجمين في النادي الاهلي، بص مش خايف على حد. أي. ان مودست ده اخر موسم بالنسبه له. سيبك من اي كلام بيتقال بقى ان مارسيل كولر عايز يزود عدد المشاركات بتاعه مودست عشان يجدد. بس انا عندي تفصيله ممكن تكون انت عندك عايز تقولها. انا عارف. لا انا عندي تفصيله ممكن تكون انت عندك فيها حاجه احنا مش عندنا. انا ما شفتش مارسيل كولر بيدافع عن بعض اللعيبه او عن لعيب بعينه بنفس الشراسه والقوه اللي بيعملها مع مودست، في حين انه يعني مستوى مودست يعني مثلا مش ما فيهوش مثلا فكره ايه ان انت تبقى شايف حاجه وانا شايف حاجه، طب انت شايف كده وانا شايف كده. لا، هو كل الناس شايفه انه مثلا كهربا لا يعني رقميا واداء وكل طبعا حاجه افضل. هو قبل كده هاجم مهاجمين الاهلي، هاجم محمد شريف، هاجم كذا مهاجم او اتكلم عليهم بالاسم بشكل ممكن ما يكونش في حته السلبيه حته الايجابيه، على العكس لما يعمل كده مع مودست. فهل مثلا في هو عنده اسباب انت تعرفها احنا ما نعرفهاش؟ زي ما بتاخد الطرف الثاني انا هاخد الطرف الثاني برضه. طيب اي مدير فني، ممكن اسالك السؤال ده، فين اي مدير فني في العالم لا يدافع عن اختياره تحديدا؟ دايما المدير الفني هتيجي تقول هو المدير الفني بيحب وبيكره. كل المديرين الفنيين بالكره بيحب وبيكره، ودايما بيدافع عن اختياراته حتى اخر نفس. عايز اقول لك ان قبل الماتش اللي فات وقبل ماتشين مازيمبي وقبل ماتش يعني ماتشين مازيمبي كان واخد قرار خلاص ان مودست رقم 3، ان أي. ان هو خلاص هو وسام ابو علي رقم 1، محمود كهربا رقم 2 و3 مودست، رقم 3 هو مودست. وتشيز منطقي، ده منطقي يعني بالظبط كده. بعد الماتشين اللي فاتوا وليه الماتش بتاع الاسماعيلي يعني خلاص 2-0 والدنيا من الممكن ان هي تساعد مودست، هو عايز يخلي مودست لحد نهايه الموسم يقدر يستفيد بيه. هو عايز ده. ف كهربا اوريدي عنده خلفيه مع جمهور النادي الاهلي انه يكون موجود. انا لا ادافع عن اختياره ولا ادافع عن منطقه. بتقول لنا منطقه ايه؟ منطقه ايه؟ منطقه غلط من وجهه نظري بالمناسبه، لان هو الجاهز يلعب وانا ما عنديش رفاهيه لان انا ادي فرص لحد وانا عندي نهائي افريقيا، لابد ان انا اجهز رقم 1 واجهز رقم 2. وبالتالي المباريات اللي جايه لو ما جهزتش كهربا هجهزه امتى؟ من الممكن والوارد جدا ان يحصل اي اصابه لا قدر الله لو سام ابو علي، فتلاقي نفسك في نهائي افريقيا عندك محمود كهربا. في نفس الاطار ونفس النقطه، البعض تحدث ان ده اثار غضب وحفيظ الكهرباء، الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ مين لاعب في العالم ما يكونش قدامه فرصه انه يشارك وهو شايف؟ ما هو في غضب ما اكيد اي لعيب مش هيشارك هيبقى متضايق، بس في غضب كنترولبل يعني تقدر تحتويه، وفي غضب ممكن يوصل لمرحله ان انت تفقد اللاعب في التوقيت ده. لا، ما حصلش. تفقده نفسيا او تفقده فنيا يعني. ما حصلش. ما حصلش اي حاجه خالص. والاخبار دي ما بتستخباش يا ابراهيم، يعني ابراهيم يعني الاخبار دي ما بتستخباش. في حاجه خاصه كهرباء، اخبار يعني اي حاجه عن كهرباء بتطلع. تمام. يعني لو ما فيش حاجه عن كهرباء بيبقى في حاجه عن كهرباء. ولكن ما حصلش اي حاجه خالص. كهرباء في التمرين الاخير اللي كان بعد غير المشاركين في ملعب برج العرب حس ببعض الالام في ركبته، هتيجي تقول انه من الممكن يكون زعلان، مش هندخل في النية. هو قال لك انا ركبتي وجعاني، فراح للدكتور قال له خلاص ما تمرنش بكره اتمرن. الراجل اتمرن ما عندوش مشكله وجاهز انه يلعب مباراه الجونه لو اداله فرصه. طيب دي قصه كهربا مودست، نروح بقى لبونجاح. في جديد في بونجاح؟ في جديد. ايه الجديد؟ من 6 شهور لو كنت قلت ان بغداد بونجاح من الممكن يجي النادي الاهلي تقول صعب. عرض بغداد بونجاح على مارسيل كولر في البدايه، عرف سنه 32 سنه طبعا، قال لك لا 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 ما مش هجازف نفس المجازفه تاني. وعلى فكره الرد ده بيؤكد ان الراجل عارف انت اللي اتلسع من الشرب. الراجل مش بص، مودست منتهي مع النادي الاهلي الموسم ده خلاص خلصان. فقال لا، فالناس اتكلمت معاه كجهاز فني في فكره لا ده مهاجم منتخب الجزائر لسه موجود سفاح يعني في الدوري القطري. فالراجل بدا فعلا يتفرج عليه يتفرج، والراجل دلوقتي في مرحله التقييم. هتيجي تقول لي هو بغداد بنجاح
محتاج التقييم، هو المدير الفني يقيم اي حد هيضيف لي ولا لا. صحيح. هتقول هو من الممكن النادي الاهلي يدفع المقابل المادي بتاعه، النادي الاهلي بيدفع مليون و700 الف دولار لموديس، ايه المشكله لما يدفع مقابل مادي ازيد شويه للاعب لو المدير الفني مقتنع بيه انه هيكون كويس. حتى الان لم يحدث اي مفاوضات من النادي الاهلي مع بغداد بن نجاح، ولكن الامر غير مستبعد. تمام. كوناتي، كوناتي محمد كوناتي، ايوه، كان احد المطالب الرئيسيه بالنسبه لمارسيل كولر. ده الناس قالت ان هو وقع، اغلق تماما الملف تماما، يعني هو خارج الحسابات دلوقتي تماما، مش علشان مارسيل كولر مش عايزه، اللاعب رفض رفض قاطع انه يعود من اوروبا على افريقيا، ليس تقليلا من النادي الاهلي، ولكن هو الراجل مش عايز يرجع لافريقيا على الاطلاق. طيب، واحد من الكلام الكتير برضو اللي بيتقال ان محمد عبد المنعم خارج لاوروبا السنه اللي جايه، وان في صفقات اخرى مارسيل كولر حاطط عينه عليها عشان يدعم بيها خط الدفاع، ما دقه وصحه هذا الكلام؟ في اجتماع لجنه الكره اللي فات ما كانش في اي كلام على اي لاعب محلي باستثناء اياد العسقلاني، لاعب الاسماعيلي المنتقل لروسيا. اياد العسقلاني، وراجل سال عليه مارسيل كولر، سال عليه فتقال له ان ما كانش عندنا مانع، النادي الاهلي ما كانش عنده مانع انه يجيبه ويدفع المقابل المادي، ولكن تم استطلاع راي اللاعب، واللاعب شاف انه لسه عايز يكمل التجربه، وقال لهم لو يعني هتراجع عن التفكير اول حد هفكر فيه هو النادي الاهلي. ايوه. فهو حتى الان اللاعب عايز يشوف طريقه في اوروبا، لو ما عرفش هيرجع على النادي الاهلي بناء على كلام اللاعب للمسؤولين في النادي الاهلي. يعني ما الملف تقدر تقول مغلق مؤقتا بناء على رغبه اللاعب. في اسماء تانية معروضه؟ كان معروض يعني الاقرب، يعني اللعيب زيد، يعني مصطفى العش، و لعيب كويس قوي على فكره. لكن محمد اسماعيل، الاثنين دول معروضين عليه، ولكن زي ما قلت لك انه ما تمش تطرق في الاجتماع اللي فات للاسماء المحليه. أيوة. الكلام كله كان على ملف الاجانب، وهنا ياخدنا لجزئيه مهمه جدا، جزئيه علي معلول. علي معلول جدد ولا ما جددش؟ النادي الاهلي فتح معاه ولا ما فتحش؟ حتى اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها ما حصلش، ما حصلش اي مفاوضات للتجديد مع علي معلول، باستثناء يعني حوار دار ما بين كابتن محمود الخطيب وعلي معلول على هذا الامر، وكابتن محمود الخطيب شرح وجهه النظر بالنسبه للجنه التخطيط وبالنسبه لمارسيل كولر، ان الراجل بيعيد تفكيره في قصه ملف الاجانب بالكامل. طبعا علي معلول مش تحت التقييم، ولكن النادي الاهلي برضو حاطط يعني زي قائمه بديله في حاله ان لو حصل اي خلاف او علي معلول جاله اي عرض في المستقبل يكون موجود القائمه اللي البديله. احد ابرز الاسماء اللي موجوده، يمكن بتهيألي الخبر ده ما اتقالش، علي العبدي. علي العبدي ده انا نسيت الاسم صحيح، يعني مش عارف، هو العبدي اللي هو باك شمال، باك شمال منتخب تونس. أيوه. واللي بيلعب فيه كان الفرنسي، مش عارف هو علي ولا يعني هنتاكد منه حالا. العبدي يعني الباك شمال ده، هو تقول لي هو 30 سنه الراجل، يعني هو عنده ما عندوش مشكله يرجع يجي من الدوري الفرنسي على الدوري المصري، من النادي الاهلي ما بيفتحش معاه كلام. ولكن انت كاداره سكاوتنج وكجهاز فني لابد انك تكون جاهز نفسك بقائمه تبقى موجوده. تمام. لو هي لو حصل اي حاجه يبقى موجود على الراس ده، على راس القائمه دي العبدي. تمام. تاني حاجه كان يحيى عطيه الله، ولكن يحيى عطيه الله راح روسيا، فالموضوع كان صعب انه اتقفل. ولكن هتقولي ده 30 سنه، هقول لك لازم تكون عندك خيارات، والراجل شايف ان ده افضل خيار لو علي معلول حصل فيه اي مشكله، ولكن الاتجاه حتى الان هو الابقاء على علي معلول. اخيرا عقد الزنفلي، وهل في حاله خروج الشناوي للاحتراف هيكون في ابقاء على الزنفلي، او هيكون في تعاقد مع حارس مرمى اخر؟ حارس مرمى اخر في مصر حتى الان مش في دماغ النادي الاهلي خالص، يعني طبعا على الاطلاق. بالنسبه للزنفلي اتقال قبل كده من بعد مباراه انبي اللي كان شارك فيها في الناشئين، واتقال النادي الاهلي صرف النظر عن فكره تفعيل البند. النادي الاهلي لم يطرح الامر للنقاش على الاطلاق، وبناء على الكلام اللي داخل النادي الاهلي بالنسبه لهم هو في المواصفات المطلوبه. أيوة. بمعنى حتى لو لم يغادر الشناوي، يعني حتى لو بقى محمد الشناوي، وطبعا نتمنى انه يوقف في النادي الاهلي، وجود محمد الشناوي ووجود مصطفى شوبير مع وجود الزنفلي ما يضرش بالنسبه للنادي الاهلي على الاطلاق، خاصه ان المقابل المادي اللي هيدفعه في الزنفلي مقابل مش كبير. ايوه. وانت عندك بند من ممكن انك تفعله، خاصه كمان في ظل وجود انباء النادي الزمالك بيفكر ان لو لم يجدد النادي الاهلي او يفعل البند ياخد الزنفلي. فانت لو بصيت على الخيارات المطروحه في السوق، لا انت بالنسبه لك الزنفلي بيأدي المطلوب.
استاذ خالد شرفتنا ونورتنا كالمعتاد. تسلم. كل الشكر ليك، كل الشكر لنقدنا الراديو الكبير استاذ خالد آل إتريبي، شرفنا ومنورنا. ومكملين اخبارنا مع حضراتكم، خليكم معانا.